الذي سمته اللجنة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية الخاصة بسوريا، واستغرابها لقيام قطر باستقباله والترويج لتصريحاته. وأكدت رئيسة اللجنة فيوليت داغر في بيان صدر في باريس، أكدت أن سلوك مالك يشكل خروجا على مهمة المراقبين وعلى أصول اللياقة إزاء من أوكلوا له المهمة وتحملوا المسؤولية الأخلاقية عن وجوده في البعثة. وأوضح داغر أن مالك ليس عضوا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان أو في أي منظمة حقوقية، وهو لا يمتلك خبرة سابقة في أي بعثة حقوقية، وأن اللجنة تتبرأ من النهج والسلوك الذي لجأ إليهما وتأسف للضجة الإعلامية التي أثيرت حول تصريحاته والتي ترافقت مع انسحابه من البعثة قبل انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها مع الجامعة العربية، مضيفة أن ما يزيد من استغرابها هو أن الدولة التي استقبلته وروجت لتصريحاته هي اليوم من تترأس المجلس الوزاري العربي. في محافظة درعا جال وفد بعثة المراقبين العرب على معظم أحياء المدينة كما تجول في الأسواق، وشملت جولة بعثة المراقبين درعا البلد ودرعا المحطة، ثم زار وفد بعثة المراقبين السجن المركزي وتجول في أنحائه وعقد لقاءات مع بعض السجناء. وزير الخارجية الروسي